الحمد لله، السلام عليكم. الخوف في الصلاة، هناك بعض الناس تأتي إلى الصلاة فتحس بخوف، كما امرأة تقول أنها لما تأتي إلى الصلاة تحس كأن شخصا وراءها. يا أختي، هذا الشيطان القارين، القارين يوسوس لك ويتكلم بصوتك، وهذا سبق وتكلمنا عليه، أن القارين يتكلم بصوتك، يسمى كوبي كولي، يعني هو يجعل نسخ القارين ينسخ صوتك ويتكلم به داخل جسدك، داخل عقلك، وتحس كأنك أنت تتكلم، فيقول لك هناك شخص وراءك، وهذا القارين يقول لأنه يريد أن يخوفك للصلاة. هذا يدل اسمع، يدل أنك لا تذكر الله كثيرا. لو كنت تقول لا إله إلا الله فقط 200 مرة وراء كل صلاة لن يقع معك هذا الشيء. اتفقنا أن الشيطان لا يستطيع أن يقاوم ذكر لا إله إلا الله أو الاستغفار. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يعذب شيطانه يلتزم بالاستغفار أو لا إله إلا الله. من شيطانه، ما معنى شيطان؟ قارينك، يعني بأنك ضعيف المستوى، أن الشيطان يوسوس لك في الصلاة ويقول لك أن شخص وراءك، أن شخص أمامك. هذا يدل بأنك أنت لا تروض شيطانك، فهو يروضك. كيف تروض شيطانك؟ من أراد أن ينجو من الشيطان فعليه بذكر الله يوميا، أقل شيء يا عباد الله 200 مرة وراء كل صلاة لا إله إلا الله. وإدارة تجتهد فيها فاجتهد فيها أكثر، ستجني الثمرات. أما إذا كنت تأتي إلى السجادة وتحس كأن شخص وراك، فإن القارين يلعب عليك. المهم، ستقول هذا الدعاء، ستراه في الشاشة قبل أن تبدأ الصلاة، تقوله لكي لا يسيطر عليك الشيطان. ولما تنتهي من الصلاة بدأ بالتسبيح أو قل لا إله إلا الله 200 مرة وراء كل صلاة، لن يتمكن منك الشيطان. وكذلك آية الكرسي جد مهمة، وراء كل صلاة تقرأ ولو مرة واحدة ستحفظك من وسوسة الشيطان. هذا كل شيء، أتمنى لكم خير وإلى اللقاء.